اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في الحصاد اليومي، نقدمه لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل الحصاد بالعناوين: الطبيب الخاص للملك يوصي بتعليق كل الأنشطة الملكية خلال فترة تمتد بين 10 إلى 15 يوما بعد إصابة جلالته بإنفلونزا حادة. شوف تي في تغوص في المغرب العميق وتكشف حقائق حول عالم السحر بالمغرب. حجز كمية مهمة من الماحية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء. الأطباء يعتصمون بداخل مستشفى ابن رشدي بالبيضاء. البداية ستكون بالخبر المتعلق بصحة الملك محمد السادس، حيث أعلن الطبيب الخاص به أن الملك أصيب بإنفلونزا حادة خلال زيارته الأخيرة التي قام بها إلى دولة الهند، وأوصى حسب بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء بتعليق كل الأنشطة الملكية خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 يوما نظرا لإصابة الملك محمد السادس بالإنفلونزا، وقد تضاعفت هذه الإصابة خلال الزيارة الحالية التي يقوم بها جلالته لمدينة العيون. وفي خبر آخر خاص بقناة شوف تي في والمتعلق بالبرنامج الشهري الجديد للقناة الذي يحمل كعنوان أنكت قناة شوف تي في في المغرب العميق، الحلقة الأولى من البرنامج كسرت من خلاله الزميلة من الغطاس هذا الطابو وقامت بالكشف عن عالم السحر بالمغرب والوقوف عند هذه الظاهرة من الناحية الاجتماعية والنفسية والدينية. لنشاهد مقطعا من هذا التحقيق. أكثر من 70 ضريح كيتواجدوا في مدينة الدار البيضاء والمناطق المجاورة، وقفنا على ثلاثة منهم واللي مشهورين في العاصمة الاقتصادية. سيدي عبد الرحمن واللي معروف بصاحب المجمر، ضريح كيتواجد في أعلى مرتفع صخري وسط شاطئ عين دياب. أما الثاني واللي هو سيدي بليوت كيتواجد داخل بناية بيضاء في مدينة ديال الدار البيضاء، ذاكرته موشومة برمزية روحية كتشكل نوع من التعويض النفسي لفئة من البيضاويين اللي كيزوروه. أما الثالث فهو سيدي محمد المعروف بمول الصبيان. قبل ما ندخلوا سيدي محمد واللي كيتواجد في أرقى مناطق العاصمة الاقتصادية، أثرت انتباهنا نساء متاخدين باب سيد مكان الترويج للشعوذة من خلال ضرب الكارتة. وحنا داخلين بكاميرا خفية عيطت لنا سيدة، تأكدنا من بعد أن الاسم ديالها هو سعاد من خلال صديقتها. من بعد الإصرار ديال سعاد واللي كتقول أجي تشوفوا الفال، اتجهنا عندها وعطاتنا كرسي صغير، جبدت الكارطة وسولناها على الثمن والطريفة ديالها هي 50 درهم. من بعد ما عطاتني الكارطة قالت لي أنني خصني نقول 3 ديال الكلمات: قلبي، تخمامي، وبشتني الله. وبالفعل هادشي اللي كاين، الشوافة اللي قدامنا كتدخل وتخرج في الهضرة من الحياة الشخصية للحياة المهنية، وفي الأخير ختمت معايا أنني مسحورة وخصني نتبخر، وهذه هي الوصفة اللي عطاتني. قرا الحال فاسوس شعرت بالمقف ناظر لي من ديالها سبعت الباب بوشات خلات تسكتي. وفي خبر آخر، حجزت عناصر الأمن في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء كميات مهمة من مسكر الماحية بالمدينة القديمة بالدار البيضاء، حيث تم حجز شاحنة قادمة من مصنع بمنطقة بوزكورة. حجزت المصالح الأمنية داخله على حوالي 40 طنا من الخمور. لنشاهد الصور. لا جبت لي نشرب وهو عنده واحد المشيشه كيعطيني مش نديه. قلنا هادو ديما مع الصباح ما تيخليونا نعسو، الريحه خامزه بزاف، هادشي ما تيخليوناش الناس، ولا جيتي دوي معاه تيسب ليك الوالدين ديالك ولا تيعيط لك على البوليس. دير اللي في جهدك، كيقول لك دير اللي في جهدك، اللي بغيتي ديرو ديرو، حتى شي واحد ما تيهضر معاه، حتى شي واحد ما تيقول ليه شي حاجه، حتى شي واحد ما بزاف هادشي والله. خلي المخزن عاد دوي معاه تيقول لك سير فين ما بغيتي توصل وصل، ما تيتسوقوش ليك، موت ما تموتش، ما تخنز ما تخنزش، ما تيفيقوش لك من هنا. راه توفاو شي ثلاثه هنا في الدابه، ثلاثه في الدابه
نحيا فابور في الدوبه تيعطينا والله العظيم بالله كيعطي 1000 ريال لواحد وما حيا شي هادشي مضروري راه تا ولدك قال وما عندناش الحق على الصباح الا هضرنا ما عندناش الحق خصنا بالنسبه لي انا عندي ازمات عندي الكوليسترول وعندي الطونسيون وعندي القلب والسكر وعندي الريحه راه صعيبه عليا بعدي بعدي شنو كطلبوا شنو كطلبوا من هادشي غير يحيدوا لنا هادشي وهل كان ونبقى في مدينة الدار البيضاء حيث نظم أطباء مقيمون وداخليون وطلبة الطب اليوم الثلاثاء بالمركز الاستشفائي الجامعي ومستشفى بن رشد بالدار البيضاء وقفة احتجاجية واعتصاما وذلك تنديدا بعدم الاستجابة لملفهم المطلبي لنشاهد الصور. بعمر 6 شهور ديال الحراك النضالي اللي قاموا به الأطباء الداخليين والمقيمين رفقة الطلبة من أجل ملف مطلبي كانت النقطة التي أفاضت الكأس فيه هي الخدمة الإجبارية. وبعد عدة وقفات احتجاجية ومسيرات وطنية وإضرابات إنذارية خاض الأطباء الداخليين والمقيمين إضراب مفتوح ابتداء من فاتح أكتوبر. اليوم وصلنا 40 يوم الإضراب المفتوح لشل جميع المستشفيات الجامعية. وبالرغم من ذلك فإن الوزارة لا زالت متأنسة للإجابة على المطالب الشرعية والبسيطة ديال الأطباء الداخليين والمقيمين. هذه المطالب اللي كتلخص أولا في المطالبة بمعادلة الدكتورة في الطب، حيث في المغرب بوحده في دول العالم كامل الدكتورة في الطب تعتبر شهادة ماستر. لا يعقل أن يكون طبيب مقيم اللي هو كيقوم بالعمليات الجراحية واللي كيقوم بالفحوصات وكيقوم بالمستعجلات كيتخلص 3500 درهم. لا يعقل أن تكون الأطباء الداخليين والمقيمين منذ سنة 2007 ما كيتقاداوش التعويض ديالهم على الحراسة، حراسات اللي كيديروا على الأقل 10 حراسات شهريا ما كيتلقاوش التعويض ديالها رغم أن القانون واضح وخارج نص ديال القانون في الجريدة الرسمية ولا زالت الوزارة لا تريد صرف المستحقات ديالها من التعويضات. بهذا الخبر مشاهدينا نأتي إلى نهاية الحصاد اليومي. إلى اللقاء.